الله يرحمه، من ملحم بركات لكبير آخر من فنان ما بيموت، لكبير آخر من لبنان، وبعرف قد ايه انت بتحبه وكلنا بنحبه، عبقري من لبنان، ذكرته من شوي، الفنان زياد الرحباني. كيف علاقتك بزياد؟ معرفة سطحية. بحبه لأقصى حدود. لأقصى حدود. وبقول انه هيدا الإنسان مظلوم برأيك زياد؟ ايه أكيد. الدولة، في دولة بتحترم حالها عندها واحد مثل زياد الرحباني ما بتهتم بأرشيفه. شو لازم يعمل تعمل الدولة لزياد دولة؟ لزياد يعني تحديدا دولة الحرمية هاي مش دولة الفن. ما فيك تحكي مع دولة حرمية شو بدي يعملوا بالفن. زياد الرحباني أسطورة فنية، لازم يتأرشف، لازم يرجع هلأ زياد يرجع مسرحياته من جديد، يجيب ممثلين جديد والدولة تتبنى هيدا الشيء. ليه ما اشتغلتوا سوا؟ أنا اشتغل مع لطيفة. هو زياد كتير سبيسيال. يعني زياد هو بدق للحدا يعني ليقول له بدي اياك تغني. ولا مره دق لك؟ لا ولا مره دق لي. زياد ليه ما دقيت له لراغب؟ لازم يصير في تعاون. يعني انا بحس انه زياد مش حدا بدق بابه وبقول له بدي لحن، لانه اذا هيك بعتقد الطابور من هون من هون بيوصل من هون للعراق. بس بمعرفتي بزياد اذا هلا بتقول له بدي لحن، زياد ممكن اذا حس بيعطي. اكيد يعني ما بعرف، بدي اشوف حالي. زياد منه حدا بيقعد بلحن هيك، بده حاله معينه. سو انا من اكبر المعجبين، يعني مش معجب عادي بزياد. بتحس بتعملوا شيء حلو سوا؟ في شيء في نقطه تشابه او تقاطع بينك وبين زياد؟ اكيد. يعني بشوفكم بيقول كل حدا شيء، بس يمكن يكون في بس انا شربينه، يعني شربينه مثلا باغانيه بمسرحياته بقول حرام هيدا الزلمه، حرام حرام هيك دولة، دولة الحرامية والفاسدين والنصابين ما يطلع فيها حدا يجي يقول يا عمي بدي اقعد مع زياد الرحباني اشوف كيف بدنا نارشف له، كيف على القليل نرجع نعيد مسرحياته وتسجيل اغنياته. شو رأيك هيك هلا نوجه له تحية غنائية؟ غنائية؟ بتعرفي شو هالايام؟ شو؟ هالايام قد ما الناس فقرت وتعبت، تجار الدين بصنفوا الناس بطريقة غلط. زياد أنا من أكثر الأغاني اللي بحبه لي إياها أنا مش كافر. أوه. بس الجوع كافر، غنيها يمكن بالسبعينات، آخر السبعينات ولا أول الثمانينات. شوفي لوين شايف قديش هالزلمة كان رؤيوي جداً، عنده رؤية. نعم. لما كان عم يحكي عن الليرة والدولار من 20 سنة، من 30 سنة، لما كان يصنف يقلك بالأشخاص عن كل شيء، عن توقيت الساعة، عن كل شيء، عن الكهرباء، عن كل شيء، كل شيء. نسمعها؟ أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعمل لي إذا اجتمعوا في كل الإشياء الكافري، أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعمل لي إذا اجتمعوا في كل الأشياء الكافري. الله، يلي بيصلي الأحد بلي ويلي بيصلي الجمعة بلي وقاعد يفلح فينا طول الجمعة بلي. تحية لزياد الرحباني، منتوقف مع فاصل إعلاني ومنتابع. اشتقنا لك.